المكتوم مع الناوية وفهد بن حصين النعيمي يتابعها في سابع المراكز. المركز الخامس أو المركز الثامن، المركز الثامن تحمل رقم 5 شعار هجر العاصفة حاضر مع البويضة. البويضة مشاهدين الأعزاء حمد بن راشد بن غدير يتابعها في عملية التضمير. المركز التاسع يصل مشاهدينا متابعينا الكرام مع تاسع المراكز، وهناك شعار هجن الرياسة حاضرا ومتواجدا في هذا الانطلاق المتميز. يا سلام، المركز التاسع عنوان لهجن الرياسة علي بن جمي اللهيب يتابعها في عملية التضمير. العنود مع المركز العاشر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومتابعها طارش بن مبارك بالقوبع. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. العشر المراكز الأولى، نداءنا الأول مشاهدين متابعينا الكرام بالوفاء والتمام، كاملة مكملة أذعناها على حضراتكم، ومشهورة مشهورة لا زالت مشهورة في أدائها، مشهورة في ركضها، مشهورة في شعارها المتميز. يا سلام، شعارها شعار هجن شحانية محمد بن خالد العطية. يا مشاغب، يا من تشاغب أيضا الأشواط في تحدياته وفي سيطرته مع مجريات هذا الشوط. الشوط الماضي أيضا كان متابعا زلزلة من حصلت على المركز الأول بالشوط الماضي لشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية متابعها، والآن مشارك أيضا بانطلاقة مشهورة. لا تخلونا يشرد المشاغب، لا تخلونا يشرد. في هذه اللحظات ينطلق مع مشهورة، مشهورة لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية متابعا لهذا الشعار. يا ما حقق الإنجازات والرموز مشاركا في انطلاقة واندفاعها. مشهورة مشهورة مع المركز الأول. المركز الثاني، يا سلام، جماهير جماهير لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي متابعا لانطلاقة جماهير. المركز الثالث اللي وصلت مشاهدين الأعزاء مزنة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يتابعها مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. المركز الرابع وصل شعار هجن الرياسة مع عنوان علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير، لكن البويضة، البويضة مشاهدين الأعزاء مع المركز الخامس لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار. المركز السادس فريدة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي، والمركز السابع الدكتورة لهجن الرياسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود وياكم إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام، لا زالت مشهورة، لا زالت مشهورة لشعار هجن الشحانية الحاضر، الحاضر والمتواجد على مقدمة الشوط. وهناك محمد بن خالد العطية متابعا لهذا الشعار 1400 متر عن خط النهاية. لوكو، يا سلام، أوصلت مشاهدين الأعزاء، أوصلت مزنة، مزنة 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 مع المركز الثاني، مزنة مع المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يتابعها في عملية التضمير. انطلقت مزنة وسيطرت مزنة، اندفعت من الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير. الله يا مزنة، الله يا مزنة، انطلقت مشاهدين الأعزاء بناموس الشوط، بناموس الشوط. يا سلام، هذه مزنة، هذه مزنة، وانطلقت مشاهدين متابعين الكرام لتحتل المركز الأول باندفاع وسيطرة متميزة مع هذا الشعار. هذا الشعار شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. كان
متابعا لهذا الشعار المتميز مشاهدين الأعزاء. هذه مزنة وهذه اندفاع مزنة. المركز الثاني من بعيد مشهورة لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية متابعها. لكن نعود مع راعية الشوط 400 متر عن خط النهاية. الله يا علامة الجودة، الله يا الزعفران، الله يا الزعفران. هذه مزنة مشاهدين الأعزاء تحقق هذا الإنجاز. تهانينا مشاهدين الأعزاء. العصاقوس ولا حتى حركة العصا. الله، في رصيدها سيارة، في رصيدها سيارة في قطر، ولا تضيف السيارة الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان، وتهانينا لمضمرها أحمد من خلفاض الصايغ المزروعي متابع هذا الشعار المتميز. تهانينا والف مبروك على فوز مزنة وبدون أوامر. المركز الثاني عنوان لهجن الرياسة. المركز الثالث البويض الهجن العاصف. المركز الرابع مشهور الهجن الشحاني. المركز الخامس أي وصول شعار هجن الرياسة. تهانينا مشاهدينا الكرام، تهانينا لفوز مزنة بالمركز الأول وحصولها على ناموس هذا الشوط. تهانينا من الأعماق. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 9:04:05 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان على فوز مزنة وضمرها أحمد بن خلفاض الصايغ المزروعي. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وكانت تحديات ومنافسات بالفعل عنوان من حصلت على المركز الثاني لهجن الرياسة. توقيتها 9:07:06 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لعلي بن جميل الوهيب المركز الثالث البويضة. من حصلت على المركز الثالث مشاهدين الأعزاء، توقيتها الزمني 9:08:00 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا لحمد بن راشد بن غدير. تهانينا للجميع والناموس بهذه اللحظات. أحيل الميكروفون للزميل.